المرأة الفلسطينية ما كانت تتزوج كانت تقوم بعدة مراسيم. أولا بتحط عجينة على باب الدار، وتحط في العجينة عملة، تحط ورقة خضراء، تدخل بإيدها اليمين، بعدها برشوا عليها رز، برشوا عليها ملح، وبترقص في هذا اللي له عدة بعاضيس. شو معناها؟ هي تقسم وتتقن. لما تحط العجينة هنا تكون عجانة خبازة لهذا البيت، وتحط العملة في العجينة تخبيها، تقسم أن تحافظ على مال زوجها. والورقة الخضراء تعني إجرة خضراء، تعني التكاثر، فالله يعطيها مزيد من البنين والبنات. تدخل بإجرها اليمين مباركة زي ما بناكل بإيدنا اليمين، برشوا عليها رز إنه جاي على بيت كرم مش راح تجوع، برشوا عليها ملح إنه عروستهم حلوة الله يحماها من العين، وبترقص في هذا لأنه عدة فعابيز، تقسم أن تكون ملاية سكاية لكل العائلة مش بس لجوزها. هذه أحفورة سنة. أحفورة حفير. لا هذه مش أحفورة وبس، هذه يسموها فاسلز، متحجرات. ما حفير، ما فصل سبع حفير. أحفورة، أحفورة بنسميها. شو الفرق بين الأحفورة والمتحجرات؟ الأحفورة ممكن ماخذة بعدها، هذا اللي كنت أفهمه، عدلني. إنه ممكن كانت ماخذة